بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. الأول نحب نهني الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وأزاح عنا هذا الوباء اللعين، وإن شاء الله يدخل علينا الشهر الكريم ونكون في أحسن صحة وأحسن حال. ولا يسعني أن أتقدم بالتهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونقول له كل سنة وحضرتك طيب وعاد الله عليك بالخير واليمن والبركات. النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا، مش عارف يعني ليه الأشكال الضالة، ومش هسمي، والنهاردة بقول لهم آخر فرصة ليكم، بيظهروا على السوشيال ميديا انتقاد وشتيمة للشعب المصري. يعني مش عارف أقول إيه، هم مش عارفين قيمة الشعب المصري، مش عارفين قيمة مصر. مصر هي لو وقعت مصر هيقع الوطن العربي كله، ومش هقول أكتر من كده. وإن شاء الله لو استمرت هذه الحملة من هؤلاء الكلاب المسعورة على السوشيال ميديا، إن شاء الله الحلقة الجاية هسمي أسماء، وهسمي أسماء دول، ومش عارف رؤساء الدول دي ساكتين ازاي على شعوبهم ان هم يشتموا في مصر بالطريقه دي. وخلاص كده هنبتدي حلقتنا ان شاء الله. استاذ محمد اهلا بيك. ازيك يا استاذ شريف؟ كنت المفروض تقول لي شفتني وانا متعصب؟ لا لا والله، اصل دي هقول لك على حاجه، كل ما كان فيه كويس وفي اللي مش كويس، دي اشخاص لا تمثل لدول بتتكلم عن رايها، فما ناخدهاش كدول، هي شخص بيتكلم عن رايه نرد عليه كشخص لشخص مش كدوله لدوله، عشان الموضوع ما ياخدش اكبر من حيزه. لو كل سنه وانت طيب. وانت طيب. رمضان كريم. الله اكبر. نخش في الحلقه. طيب بس نرحب الاول بالاستاذه جنة. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا بيك. طيب نخش على حلقتنا بقى اللي هي محضر لنا ايه؟ محضر لنا الاول هنشوف اغنيه لاهداء من اطفال مصر لأصحاب الرداء الأبيض، أطباء مصر. أطباء مصر، نشوف. تفضل. COVID-19 crisis, I'd like to thank the real heroes of our lives. Doctors, nurses, teachers, soldiers, and the cleaners. They appeared when the idiots disappeared. Thanks a million for saving our lives. Please stay safe. Please stay home. Peace be upon you, the voice of blessings of Holly and his blessings. I'm just wanting to thank doctors, officers, and nursing on their efforts. Thank you. It gives me a great pleasure to appreciate the doctors and all the staff that have been making an awesome effort to decrease the outbreak of coronavirus. And they're still fighting until now. Let's say thank for them and stay safe, stay home. I want to thank doctors, nurses, and everyone who cared for our home visit. God bless you, God bless Egypt, God bless all the world. Many thanks to all who works in the medical field, including doctors, nurses, and all staff. They consider it the first line in defending our world from coronavirus. In this crisis, the real heroes are doctors and nurses. So all thanks and appreciation to them. I want to sincerely thank and appreciate the doctors and teachers and everyone who participated in protecting this country, but the whole world, from this deadly virus, which is virus corona. Thanks for all people who sacrificed. Thanks for all the doctors, technicians, nursing, and the armed forces. And inshallah, we will overcome this pandemic. I want to say to the doctors and nursing,
Thanks for your effort. احنا بنشكر كل الاطباء والممرضين وكل العاملين في المجال ده على الجهد العظيم اللي هم عملوه في الفتره دي وانهم مش بيروحوا بيوتهم عشاننا. I would like to thank doctors, nursing and officers for their great efforts. Thank you very much. احب اشكر كل الدكاتره والممرضين وكل اللي ما بيناموش عشاننا وعشان صحتنا، فمن فضلكم الزموا بيه. حابة أشكر كل الدكاترة والممرضين والممرضات على اللي بيعملوه علشان البلد. ألف شكر لمدرسة بني مزار للغات، وآسف الإعداد ملاني غلط، هي مش أغنية، هي تهنئة للجيش الأبيض من مدرسة بني مزار للغات، ألف شكر. طب نبتدي حلقتنا يا أستاذ محمد. نبدأ من أنا بس أشكر الأطفال الجمال من مدرسة بني مزار للغات، لفتة طيبة، شكر واضح لجيش مصر الأبيض الأطباء. وكل حالة أنا بتكلم عن جيش مصر الأبيض، بصراحة الموقف اللي واقفينه حاليا بسبب أزمة كورونا وباء كورونا، كل التحية ليهم وكل التقدير، ودوركم باين وكل واحد خد مكانه. جنة ليك تعليق؟ طبعا نحب نشكر الأطفال الفيديو اللي هم عملوه علشان الكورونا، وطبعا دي حاجة بتشجع الأطفال التانيين ان هم يحبوا بلدهم وان هم يحافظوا على نفسهم علشان الكورونا. أستاذ محمد معاك يا بنتي، احنا حلقتنا بتدور حول الأهلي والزمالك، ليس هما الرياضة المصرية. ما الأهلي والزمالك مش الرياضة المصرية، انت مقتنع بكده؟ مقتنع بكده، اقول لك مقتنع ليه. طب قول. البص، هي اولا من ناحيه الكوره، ككوره ولا كرياضه عامه؟ لا رياضه عامه. رياضه عامه. طب ما انا عندي من اقوى الانديه في السله الاتحاد وسبورتنج، عندي من اقوى الانديه في الاسكواش الشرقيه للدخان، عندي من اقوى الانديه في السباحه هليوبليس، فمش اهلي وزمالك. لكن لو كوره برضه مش اهلي وزمالك، لان لو هحسب الكوره اهلي وزمالك، من عندي الاولمبي تقريبا فاز بكاس وفاز بدوري تقريبا، والاتحاد فاز، والمحله والاسماعيلي والمصري والمقاولين، فمش اهلي وزمالك. ولكن ممكن نقول الاهلي والزمالك عارفين من اين تاكل الكتف، وعارفين يخلصوا الموضوع منين، اذا كنت اخد لبطوله الكاس ولا بطوله الدوري. فبالتالي شعبيتهم اقوى ان كان في مصر او كان في الوطن العربي، والبطولات بتجيب شعبيه. لكن هم الرياضه في مصر لا، ما في جميع الانتماءات، في واحد بيقول لك انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي، انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا اتحاداوي، انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، انا بشجع الشرقيه وهكذا. لكن لا، انا مع ان الكوره في مصر مش اهلي وزمالك، ده تحليلي من وجهه نظري. انا احترم وجهه نظرك، بس مش عارف اما اشوف جنة هتعلق ايه. انا طبعا شايفه انه طبعا الاهلي ليه جماهيره والزمالك ليه جماهيره، ولا وكل يعني هي دي كلها كوره يعني. لا بس 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 طب انت وجهه نظرك ولا طب انت قول لي انا عايز اقول ايه ولا اقول. لا انا من وجهه نظري الرياضه في مصر اهلي فقط. اهلي فقط؟ ليه؟ لا ممكن تبقى زمالك فقط بقى. لا لا اهلي فقط. ليه؟ انتوا خدتوا كام بطوله الدوري؟ بص احنا بناخد بطوله الدوري بس عشان نبين للجمهور، انت واحنا هو هياخد دور الزمالك لان الكابتن شريف زملكاوي، وانا مشجع اهلاوي، فهتكلم بصفتي مشجع الاهلي. انت خدت احنا البطوله اللي بناخدها ايه عارف، زي ما بيقولوا في اللغه العربيه بشق الانفس. يعني هو الاهلي بياخدها وقاعد في البيت؟ وقاعد في البيت بشق الانفس. الاهلي بياخدها وقاعد في البيت، وهو على فكره لو الاهلي ما اشتركش في بطوله الاهلي بياخدها بالتليفون مثلا، لو ما اشتركش في بطوله الدوري هياخد الدوري. الاهلي لو ما اشتركش، طب ما كان ريح دماغه بقى، بلا احتراف بلا بتاع بلا لعيبه بلا عقود بلا قصه ولا تيشيرتات. انت بتصدق الكلام ده؟ ولا الكلام ده انت بتصدق الكلام ده؟ ايه بتصدق اللي هو ايه، ان في دوري وفي منافسات وفي الحاجات اللي احنا بنضحك بيها على نفسنا. احنا بنشوفه ده ايه؟ ده احنا عندنا اشباه، عارف ايه، شبه دوري شبه فئه. لا دي احنا برضه بنخش في قصه ثانيه، خلينا بس. انت كده انت بتقول لي اهلي فقط، ده مش اهلي وزمالك. لا انت بتقول لي اهلي فقط. لا ليه اهلي فقط؟ هل الزمالك ما بيشاركش في البطولات، ولا عشان هو الاهلي رقم واحد في افريقيا، رقم واحد في العرب، رقم واحد في او ترتيبه متقدم في 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 الترتيب العالمي؟ طيب ما
ما عايزين ناخدها من اي ناحيه. انا بدردش معاه. لا، من جميع النواحي يا استاذ محمد، من جميع النواحي. اصلي موضوع زي ما بيقولك يطول شرحه. انا من وجهه نظر الشخصيه، الزمالك عدد المرات اللي فاز بيها بالمركز الثاني في الدوري، ودي كتيره، حوالي 37 مره او حاجه زي كده. فانا كمشجع زملكاوي بعتبر ان الزمالك واخد 37 زائد 12 يبقى 45. 45 دوري. يعني انتوا المركز الثاني عندكم بالنسبه لكم ببطولة. حلو والله. لو المركز الثاني ببطوله كويس، خلاص يا ريت يا جدعان تعملوا الدوري على المركز الثاني. وانا ودوا الاهلي الدوري. اقتراح، ومش يعني مش 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 تهريج. اقتراح لاتحاد الكوره يعمل دوري عباره عن لو 17 فريق خليهم 16، يدي في بدايه السنه الدوري للاهلي ويلعب 16 فرقه التانيين دوري ما بينهم وبعض. برضه الكلام ليه اكبر من اتجاه. هل هزار؟ لا، انا قلت ايه؟ طيب الجد ده بيحمل اكتر من اتجاه. هل اتجاه اتهامات ام اتجاه ان ما حدش عارف ينافس الاهلي؟ لا، الثانيه دي سيبك منها، ما فيش حاجه اسمها ينافس الاهلي وما ينافسش الاهلي. اتهامات؟ اتهامات. ليه؟ ده انتوا واخدين بطوله، ده انتوا واخدين بطوله، يعني واخدين اكتر من بطوله. مش ببطوله واحده، بص واخدين اكتر من بطوله. ثواني بس يا كابتن شريف، الزمالك واخد اكتر من بطوله باقدام فرق اخرى. بص يا استاذ، خلينا طبعا الدوري السنه اقول لك على السنة، اقول لك على الحته دي وبعد كده كمل. اتفضل. كان في مدرب في الـ في الـ في المريخ، ايام المريخ ما كان كوكب الكره الارضيه. لا، ايام المريخ ما كان المريخ البورسعيدي ايام ما كان في الدوري. كان باين اسمه طارق سليمان او يعني كابتن من الكباتن. قال لك ايه؟ كان زمان في برنامج رياضي بيجي بتاع المرحوم ناصف سليمان، مش فاكر. ماشي. قال لك ايه؟ عشان تفوز على الاهلي، انا بقول للعيبه بتاعتي في اوضه اللبس الكلام ده، عشان تفوز على الاهلي لازم تطلع الشوط الاول فايز 5-0. وده أيوة من سبع الفريق اللي قدام. بص يا كابتن ثواني. طب اكمل. ماشي، دي نمره واحد. حاضر. نمره اتنين، في ماتش المريخ والاهلي كان ليه بيقول الكلمه دي؟ في ماتش المريخ والاهلي كان الحكم باين الله يطول في عمره، وكان عايش يا فؤاد، ذكرنا الاسماء. كان باين ادرى عبد العظيم. تمام، على ما اعتقد لو الاعداد يعدل لي. تمام. المريخ كان فايز على الاهلي 1-0، لا 2-1 باين. الحكم قادر عبد العظيم حسب 14 دقيقه. ايام زمان طبعا ما كانش فيه يبلغ الحكم الرابع والحكم الرابع يرفع الرايه. حسب 14 دقيقه وقت بدل ضايع. ما نهاش الماتش الا لما المريخ جاب الجون الثالث والاهلي اتهزم 3-1. الاهلي اتهزم 3-1 من المريخ، عشان كان عايز الاهلي كان عايز الاهلي يتعادل. ما كان ممكن يحصل ضربه جزاء بدل ما المشكله اللعيبه ما دخلتش منطقه الجزاء. ما هو مع لا هقول لك على حاجه. همشي من مبدأك، انا لو حكم عايز افوز فرقه هفوزها. لا، خليني بس معاك واحده واحده. اللي يخليني احكم 14 دقيقه، ما انا هحسب فاول على ال 18. فاول من نص الملعب على فاول على ال 18. بص يا صديقي، خليني انا سبتك تقول. بص، ما انا هكمل الفكره. ماشي. باين خطه الكابتن طارق سليمان، ما اعرفش، انا مش متذكر المدرب بالظبط، كانت خطته ايه؟ الدفاع المتقدم، اللعيبه يوقفوا اترصوا 10، بينهم وبين منطقه الجزاء حوالي يمكن 10 15 يارده. يا كابتن شريف، طالما الحكم غير جيد وخد جوه قناعه نفسه ان انا عايز الفرقه الفلانيه تفوز او تتعادل، هيفوزها وتتعادل، لان سهل جدا يحسب اي شيء يخليك تفوق. ما سهل جدا يفتعل المشكله ويطرد لاعبين ثلاثه. ما خلينا بس نمشي بالموضوع واحده واحده. خليني بس ارجع للموضوع. اقوى مباراه في تاريخ الكره المصريه، الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والاسماعيلي كام؟ 4-3. 4-3. كان الاسماعيلي فايز كام؟ 4-4. 4-4 قصدي. كان الاسماعيلي فايز كام؟ مش فاكرها. 3-0. والاهلي يرجع في الشوط الثاني ويتقدم 4-3. ويرجع الاسماعيلي تحسب له ضربه جزاء في الدقيقه 91 ويتعادل 4-4. فاكر المباراه دي؟ دي اقوى مباراه في الدوري المصري او في الكره المصريه. فين العامل اللي هنا اللي موجود؟ العامل اللي انت بتقول عليه مساعد للنادي الاهلي. طب ادي واحد. اثنين،
مباراة الكاس ما بين الأهلي والزمالك 4-3. فاكرها؟ فاكر. طيب لحد الدقيقة 92 والزمالك فايز 2-1. 1-0 الأول للزمالك، الأهلي يتعادل 2-1 للزمالك لحد الدقيقة 92. فين العامل المساعد هنا اللي خلى أبو تريكة يحط الجون في الدقيقة 92؟ ونلعب وقت بدل ضايع والأهلي يفوز 4-3. فين العامل المساعد؟ تعالى في الدوري اللي فاز بيه الزمالك سنة أما أتذكر 2004 تقريبا، كان بجون إنبي في الأهلي. فين فين شق الأنفس اللي خد بها الزمالك الدوري والأهلي داخل مباراة مع إنبي؟ لو اتعادل فيها هيبقى في مباراة فاصلة ما بين الأهلي والزمالك، لو فاز الأهلي خد الدوري، يخسر الأهلي. لو تعادل الأهلي كان خد الدوري، أو لو تعادل الأهلي خد الدوري، أو لو فاز الأهلي خد الدوري. يشاء من يشاء، إنبي يكسب وخد خد الزمالك الدوري. خدته فين من شق الأنفس؟ مش عارف يعني. هل أنت لعبت مباراة فاصلة مع الأهلي وخدته؟ مش عارف. الأهلي فاز بالدوري على الإسماعيلي في مباراة فاصلة عشان اتعادلوا في النقاط بجون فيلافيو، لما جيلبرتو رفع الكرة في مباراة فاصلة وخدها من الإسماعيلي مش من الأهلي. إيه دخل الزمالك في الموضوع علشان يقول لك أنا مظلوم في الدوري ده، أو أنا كمركز ثاني؟ أنت كنت هنا مركز ثالث. كابتن شريف، لو أنت من جواك وعندك قناعة كجمهور من جمهور نادي الزمالك إن المركز الثاني بالنسبة لك بطولة لأسباب تانية، المشكلة مش في النادي الأهلي، المشكلة عند جماهير نادي الزمالك إنها مرتضية بالمركز الثاني. دي نقطة. خليني طب خليني أقول. طيب ماشي. خليني. لو أنا مش هاخد كل شيء بلعبي وبدراعي وبدنيتي وهحمل كل شيء على الأخطاء، ما تطلع الأخطاء. قول لي والله المباراة الفلانية اللي فاز بيها النادي الأهلي بالدوري والمباراة الفلانية اللي فاز بيها. لا ده عايز على فكرة بالدوري. على فكرة. ما تطلع. عايز حلقة. بص يا أستاذ محمد. إحنا بناخد بالمقولة وشاهد شاهد من أهلها. ماشي. الكابتن عادل هيكل قال، وساعتها الكابتن شوبير قاعد يقول عليه ده عنده زهايمر، ومش إذا كان انتقد الأهلي يبقى عنده زهايمر. ماشي. لكن لو كان قال الأهلي أعظم فريق في الدنيا يبقى ده راجل قيمة من قامات الأهلي وراجل. قال لو حسبت بطولات بالنص، عشان مش على اللسان، انا على لسان كابتن عادل. ماشي. بطولات الاهلي الحلال تعد على اصابع الايد الواحده. يعني ايه حلال؟ مذبوحه شرع يعني؟ انا بقول لك مش على اللسان انا. ايوه يعني ايه حلال؟ طيب الله اعلم بقى، تروح تساله هو. اساله ماشي، ما يعني ايه حلال؟ سرقها مثلا؟ طب ليه ما نقولش ان الفريق متدرب كويس؟ اي ما انا عايز اوصل بس، اصل استاذ شريف عايز ياخدنا في نقطه ان الكوره في مصر مش تدريبات واحتراف وخطط ومدربين وقصص ومواضيع وفرق وتيم وبجيب لعيب وبجيب لعيب. طب همشي معاك بالمنطق، عايز ياخدنا في حته تانية ان احنا بناخدها مثلا. طب رد، لا رد على كابتن. انا لا اصلح ان ارد على الكابتن عادل هيكل خالص، ولا ينفع ولا اجرأ ولا اقدر اتكلم عنه. ده يعني كلامه صح بتاعته، ما ينفعش انا ارد عليه ولا سنا ولا مقاما ولا تاريخا للنادي الاهلي، ما ينفعش. طيب يعني قيمه من قامات النادي الاهلي؟ ايوه. تخيل انت قيمه من قامات النادي الاهلي ده بيقول كده. في شيء عنده هو عايز يقوله. ما علينا، خليني عشان انا مش هنفع. لا مش ولا قيمة. انت على فكره الكلام اللي عاجبك. لا 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 انا هتكلم من وجهه نظري. انت بتقول لي انت دخلت لي في الكابتن عادل هيكل. انا لا ما دخلتكش. ده هو ايوه. انت بتقول لي الكابتن عادل هيكل قال كده، انا اسمع ان قال كده في 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 لقاء تلفزيوني، وكان في سن كام مش عارف، حاجه و60 او حاجه 150 ايا كان. ايا كان فسنا وقيمه وتاريخا للنادي الاهلي وكل حاجه، انا ما ينفعش اعقب على كلامه. طيب دي اول نقطه، لكن انا اعقب عن كلام انا او على الكلام اللي حضرتك بتقوله لي واتكلم من وجهه نظري. طيب حضرتك في من سنه 2005 او من سنه 2005 لحد 2012 حلل انت، هل هو خدها بالحكام ولا خدها بلعيبه الاسماعيلي؟ لان انت بتقول حاجتين. طيب نستاذن حضرتك كابتن احمد صلاح على التليفون. ناخد الكابتن احمد صلاح. اهلا يا كابتن احمد. تشريف. ازي حضرتك؟ ازيك. ده بس على حضرتك، بص على طبعا الاستاذ محمد رمضان. حبيبي ابو الكباتن. طيب يا ريس منورين الدنيا. طبعا حبيبي حبيبي، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. طبعا بالنسبه طبعا لبطولات نادي الزمالك ونادي الاهلي، طبعا دي على مستوى افريقيا. خلينا نتكلم بصراحه،
طبعا بمسي على طبعا الاستاذه جنى عشان ما خدتش بالي والله لسه ربنا يخليك ربنا يخلي حضرتك. طبعا بالنسبه لبطولات الزمالك وبطولات النادي الاهلي خليني اتكلم بصراحه في الشريف برضه اتفضل. كم بطوله لنادي الزمالك ماشي اللي احنا خدناهم كلهم خدناهم بمجهودنا لكن كم بطوله النادي الاهلي برضه يا استاذ شريف النادي الاهلي برضه ما خدوش بمجهود صح ولا انا غلطان؟ مش فاهم بس لا عيده تاني يا كابتن يا استاذ شريف نادي الزمالك البطولات اللي خدها مجهود ايوه بطوله الدوري ممتاز صح ولا غلط؟ صح. بالنسبه للنادي الاهلي في بطولات خدها ماشي كانت الحكام شريف النادي الاهلي فيها يعني الحكام هي اللي عيدت النادي الاهلي بقى الدوري ارد طيب ممكن ارد يا كابتن نسمع فكرته بعد كده لا ما وصلت لا لسه بص يا كابتن بس عشان كابتن شريف وحضرتك بتوجهوني حته برضه لحته اهلي وزمالك انت كل لازم هو الاسئله كده مش بنوجهك لمكان لا بس عشان المشاهد لا والله طيب. عشان المشاهد ما يزعلش مني معاك ده طلع كذا حد من النادي الاهلي كابتن عادل هيكل رحمه الله عليه طلع قال لك ان في بطولات جايه من طريق عم عبد البقال صح طيب خليني بس عشان اوضح نقطه صغيره في الاول نجم من نجوم النادي الاهلي كان حارس مرمى يا كابتن يا ابو الكباتن اتفضل يا ابو الكباتن علشان بس الجمهور اللي متابع علشان احنا واخدين اهلي وزمالك وهيشوفوني انا متعصب للاهلي لا مش متعصب لكن انا برد كحق رد خليني اقول حاجه اتفضل كل روح رياضيه وبدون اهداف بصراحه محايده الله يخليك فانا ردودي محايده ولكن انا برد على قد الكلام تمام. النقطة الأولى أنت بتقول لي في بطولات في أفريقيا بالنادي الزمالك واخدها بمجهوده والنادي الأهلي مش واخدها بمجهوده واخدها بالبطولات لا قال كده في أفريقيا لا قلت الدوري يا أستاذ محمد لا في الأول قالوا في أفريقيا لا غلط قال الدوري طب بس أنت قلت في أول المكالمة أفريقيا صح؟ نادي القرن يا أستاذ محمد نادي القرن أول فريق مصري صعد أفريقيا وخد بطولة أفريقيا وصعد كأس العالم للأندية كان نادي الزمالك واتلغي وعيسى حياته الله يجازيه خير هو اللي لغاها طيب احنا يعني ناخد نقطة يا ابو الكباتن علشان نرد عليه انت عايزنا نرد على الكلام ولا اتوه معاك في كلام كتير اتفضل يا استاذ ناخدها نقطة ابدا منين ابدا من نادي القرن ولا ابدا من الدوري المصري ولا ابدا من الدوري المصري اللي انت شايفه يا طيب هرد عليك انت كمشجع للزمالك او مدرب في نادي الزمالك بتقولوا حاجتين والله ما حضرتك عارف يعني حضرتك اخ وعارف والله تمام اتفضل بيقال من سنة 2005 لسنة 2012 سبع سنين دول ان الاهلي واخد البطولات بالحكام تمام كده وفي جزء تاني منكم بيقول لا ده واخدها بمجهود لعيبه الاسماعيلي صح تمام لا ايوه استنى بس النادي بص تضافرت الاثنين مع بعض انا عايز اوصل بس خلوني اوصل ادوني حاجه يا كابتن احمد ادوني حاجه اعرف ادي فرصه عشان يرد عشان نعرف نرد عليه لما النادي الاهلي خد بياخدها بالحكام والنادي الاهلي بياخدها بلعيبه نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي بياخدها لفرق تانية بتسيب له مباريات ما ده برضو انتوا كجماهير زمالك بتقولوه صح هو النادي الاهلي جبروت للدرجه ايوه جبروت ليه هو بيلعب ولا ما بيلعبش مش بيلعب طيب مباراه 6-1 هتقول لي واخدها بالحكام برضو يا سيدي ما تحطش مقياس الاهلي والزمالك قبل كده ازاي ما احطش مقياس ما تحطش بص اذا كانت انت حاطط مقياسك كله اهلي وزمالك لا بص ماتشات الاهلي والزمالك عارف ايه اللعيبه بتنزل يوم ماتش قادر عبد العظيم ده وعمل جلا وشويه كوره وفي الاخر واخد قادر عبد العظيم الكوره ونزل حكم ماشي يوم الحكام مصر خلينا نرد على الكابتن حسين السيد كان بيتكلم من الاسبوع اللي فات في احد القنوات وقال الموضوع ده قال لك قادر اعتذر كان كلمني قال قادر عبد العظيم ماله يوم ثانية يا كابتن أحمد ثانية يا كابتن والله أنا ما ردتش على غير على ربع نقطة واحدة بس للكابتن طيب بس مش أنت عايز تعرف موضوع قادر عبد العظيم بس رد وأعرف طيب ماشي رد وأعرف طيب فأنا عايز أعرف من 2005 ل 2012 أني مقولة أقرب لكم كمشجعين لنادي الزمالك الحكام ولا اللعيبة اللي جت من نادي الإسماعيلي احنا بنتكلم على قبل كده مش من 2005 بس النادي الأهلي بتتكلم على إمتى؟ هو عادي ليه كان موجود ثواني طيب بس سنة كام؟ نعم سنة كام؟ قول لي الدوري سنة كذا الأهلي خده بالحكام بعد كده النادي الأهلي هو اللي استحوذ على بطولات أفريقيا خلينا نتكلم بصراحة لكن قبل 2002 و2003 كان الزمالك هو متسيد أفريقيا وهو اللي راح كأس العالم للأندية مرتين واتلغى وكان هو الأقرب إن هو ياخد النادي القرن أرد طيب فرحتني لكذا نقطة أبدأ منين؟ تمام قول لي أنت قول لي جاوبني على كذا وأنا جاوبك
الدوري. لا جاوبهم كلهم مره واحده. ما جاوبهم كلهم مره واحده ازاي؟ قول. ده كل حاجه فيها نظريه مؤامره. ايوه طبعا. ومش نظريه على فكره، مش نظريه، حقيقه مؤامره. طب ما فيش واحد في المؤامره دي كلها قدر يمسك دليل واحد، دليل واحد يقول ده في مؤامره على نادي الزمالك من النادي الاهلي. يا عم نمسك دليل. هتشكي الواد لابوه. يعني طب استاذ شريف، استاذ شريف معلش سؤال معلش. اتفضل. ساعة الثورة مش قالوا ان في لقوا بيان مكتوب فيه النادي الاهلي هياخد الدوري؟ مش سمعتش عن دي. دي التسريبات دي الله اعلم دي صح ولا غلط، مش هنتكلم في دي، في حاجه زي كده ما سمعتش بيها برضه عشان اكون منصف. علشان اكون منصف، الحلقه اللي فاتت مع الكابتن شريف لما جت سيره موضوع الغاء الدوري، هل الزمالك يحسب، هل الدوري يحسب للاهلي ولا مين؟ قلت له في واقعه كانت في 2013 والدوري اتلغى، وكان الاقرب للدوري نادي الزمالك وما خدش الدوري. لو هنتعامل بالمعامله دي المفروض الدوري ما يحسمش للنادي الاهلي، ولكن برضه عشان اكون منصف قلت كده في الحلقه، ممكن يكون اتحاد الكوره او المسؤولين على اتحاد الكوره في الفتره الحاليه هينظروا للدول الاوروبيه، وكل الدول بتبص على انجلترا هتعمل الدوري الانجليزي هيكون في ايه، لان ليفربول فاضل له 3 مباريات، ولو فازهم فاضل له 3 مباريات يكسبهم فقط ياخد الدوري، وفرق النقاط ما بينه كبير جدا. فهل لو هتلغى الدوري الانجليزي هل ليفربول هياخد الدوري؟ مش عارفين القصه تروح فين، لكن في واقعه. ما انا بكمل لك اهو، في واقعه. تفتكر الدوري المصري؟ طب خلينا اكمل. طيب والله خلينا اكمل. في واقعه سابقه في الدوري المصري لاسباب قهريه في سنه 2013 بسبب الاحداث السياسيه تم الغاء الدوري، وكان الاقرب من الفوز بالدوري نادي الزمالك، ولما اتلغى الدوري ولا الاهلي خد بطوله ولا الزمالك خد بطوله، ولغوا الدوري وبدانا من جديد. السنه دي هيلغوا البطوله؟ هيلغوا البطوله عشان النادي؟ انا ما اعتقدش هيلغوها السنه دي، وانا بنادي ان هي ما تتلغيش السنه دي. انا اعرف يا استاذ محمد ان هم قالوا احنا معاكم لغايه شهر 8 او 9 هنكمل لسه بدري الدوري. لسه بدري لسه بدري عشان النادي الاهلي متصدر، لكن النادي الزمالك متصدر. طيب قفلنا كده نقطه ان لو الدوري اتلغى هيروح لمين اللي بعدها؟ بس الاستاذ الكابتن احمد عايز ايه وانت ايه؟ برد براحتك. ماشي معاك يا كابتن احمد. في استفسار تاني؟ لا تمام يا استاذ شريف. وانا بقول لحضرتك انا والله يعني انا يعني نادي الزمالك ده طبعا فوق دماغي، والنادي الاهلي طبعا بحترمه ويعني وبقدره، بس احنا بنتكلم في الحلقه عايزين نستفاد. انت يا كابتن احمد، كابتن احمد الدوري بالذات، كابتن احمد المساندة الافريقية، كابتن احمد اتفضل. انا مستغرب عليك النهارده. والله. لا انت لو فتحت بقى هنتكلم في البطولات يا استاذ شريف، فلا فاحنا حقنا، احنا اتظلمنا كتير، احنا في 7 بطولات. اصل كابتن احمد راجل محايد زياده عن اللزوم يا استاذ شريف، عامل زي حلاده كده محايد. بس يا كابتن احمد، البطوله الكونفدراليه، بطوله الكونفدراليه الاخيره لنادي الزمالك طبعا مبروك. انا كنت من ضمن المشجعين لنادي الزمالك في البطوله دي، وكثير جدا مستغرب من الموضوع ده، ولكن من حق لو هنمشي بنفس الموضوع، من حق بقيه الانديه دلوقتي ترفع شكوى على الفيفا ان الزمالك خد البطوله فيها جزء من الحكام، لان انت عارف المباراه اللي قبل النهائيه حصل فيها ايه. تمام. حصل ولا ما حصلش؟ الكره عدت المرمى ولا ما عدتش المرمى بتاع الجنش؟ الكره اللي عدت المرمى فيها، عدت المرمى ولا ما عدتش المرمى؟ ليه بقى بقيه الفرق ما نادتش بقى ولا ومش لا وبالحكام، والكره دخلت وما دخلتش؟ انه وارد يكون محمد جماهير الاهلي قالت ان الكره عدت المرمى وبالحكام. لا انا ما قلت مش كلهم. طب حلو، انا بس انت حضرتك محايد. هرجع لنفس النقطه اللي قلتها في نفس المكالمه يا كابتن احمد، بقول لك انت طبعاً. ليه حاسبني اهلي وزمالك؟ انا بتكلم من وجهه نظر انا، علشان في جمهور ما يزعلش مني. تمام. ولكن من الواضح انت لما هاجي لك في نقطه بتقول لي انت قلت ولا انت ما قلتش، ولما تجي لي انت في نقطه تقول لي اصل اهلي وزمالك. نشكر الكابتن احمد. حبيبي يا كابتن احمد. والف شكر يا كابتن احمد. تحياتي ليك، مساء الفل عليك، مسهرينك. عايز ارد عليك. معانا الاستاذ محمد حمدي من الجيزه، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت بألف صحة وسعادة يا رب. كابتن محمد. تحياتي. محمد حمدي معاكم معاكم. حبيبي يا كابتن محمد، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن؟ ونمشي على الانستا جانا طبعا. ازي يا حبيبي؟ الله يسلمك. الجدال والنقاش هيكون واسع جدا في الموضوع ده كابتن محمد وكابتن شريف. طبعا اهلي وزمالك. هل لا يوجد في مصر غير اهلي وزمالك؟ ما انا قلت كده من الاول، الكابتن شريف حولها ان النادي الاهلي بس اللي موجود، بيقول لي هل الرياضه المصريه تتلخص في الاهلي والزمالك فقط؟ قلت له لا. اقول لك
طب يا ريت تبعد بعدين عن التلفزيون شوية يا أستاذ محمد. الصوت خلص يا كابتن. 38 شخص في الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الافريقي ولا يوجد زملكاوي واحد. 38 شخص اهلاوي داخل منظومة الاتحاد الافريقي ولا يوجد شخص واحد زملكاوي. كيف تفسر هذا يا كابتن محمد رمضان؟ تاني السؤال، والله انا مش سامعك. في المنظومة الافريقية كلها في الاتحاد الافريقي لا يوجد شخص واحد زملكاوي. هناك 38 شخص اهلاوي داخل الاتحاد الافريقي. اكفاء. بص يا استاذ محمد، اي سؤال هتساله ليه عنده مبرر وليه مخرج. والزمالك ما فيش ولا واحد كفء. لا ما قلتش كده. انا امال ايه؟ انت برضه هتخليني اقول كلام انا ما قلتوش ليه؟ انا جبت سيره الزمالك، انا بسالك انت بتقول لي ليه 38 واحد اهلاوي موجودين في اتحاد الكوره، اتحاد الافريقي، ومش موجود من الزمالك. انا برد على بتوع الاهلي، اكيد اللي مختارينهم من الاهلي اكفاء. انا جبت سيره الزمالك. طيب ماشي، خليني معاك لغايه كده. ماشي. طيب يا معيسى حياته وشطه ومصطفى فهمي ومصطفى مش عارف مين ده مشوا من الاتحاد الافريقي. بدا الاتحاد الافريقي يتظبط. يا كابتن شريف معاك يا سيدي. بعد اذنك انا اقول كلمتين عشان وقت البرنامج. معاك. اقول كلمتين. الاتحاد الافريقي جاب للنادي الاهلي مقابل ان الكاميرون تاخد لقب. احنا اللي قلناها الحلقه اللي فاتت دي يا استاذ محمد. خلص الكلام يا كابتن. بس طب ممكن اعقب عشان انا ارد برضه؟ لا بس نشكر الاستاذ محمد. لا انا لا ارد على التليفون الاول. لا خليك معايا. خليك معايا. تعالى لي يا كابتن محمد. اتفضل يا بيه. الاتفاق ده تم فين؟ نعم. الاتفاق ده تم فين؟ هو لازم يقول يروحوا يقعدوا على القهوه ويجي حجه. اقول لك الاتفاق تم فين يا كابتن؟ امال الكاميرون خدت. بسال الراجل. ثواني بس. لا ما انا هرد برضه. ليه الكاميرون خدت احسن فريق في افريقيا في فريق القرن في افريقيا؟ ليه الكاميرون؟ طيب. لان عدد البطولات بتاع مصر اكتر، اشتراكات مصر في بطوله الامم اكتر، اشتراكات مصر في كل المحافل الدوليه اكتر، ولذلك الاهلي ضحى بسمعه مصر عشان ياخد هو بطل القرن ويضيع على 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 مصر كلها. يا عم احنا مش بنحارب. بالراحه بس، انا مش بنحارب، ارد بس على الراجل. طب اتفضل يا كابتن محمد. كابتن محمد معايا؟ اتفضل يا بيه. بس اصل هو مدخلني في حته ام عربيه ودوليه، بس خلينا احنا نتكلم في كوره مش للدرجات دي. طيب يعني ماشي. يا كابتن محمد الاتفاق ده تم فين؟ اتفضل كابتن محمد. اتفضل. الاتفاق اللي انت بتقول عليه ده تم فين؟ اتفاق المجامله ده تم فين؟ ايه؟ هناك فساد من مجموعه اشخاص مصريين تم الاتفاق معاهم في الاتحاد الافريقي. ايوه الاتفاق ده تم فين؟ الاتفاق ده تم فين؟ داخل الاتحاد الافريقي يا كابتن. فين؟ داخل الاتحاد الافريقي. داخل الاتحاد الافريقي، الاتفاق ده كنت حضرتك حاضره؟ لا طبعا. طب انت عرفت كواليسه منين؟ انا عرفت كواليسه منين؟ يا كابتن احمد، يا كابتن محمد. ايوه يا كابتن محمد. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في هذه القضيه. لا خليني بس اقول حاجه. لا بتكلم. لا خليني معاك، اصل انت قلت كلمه. خلينا واحده واحده كده معاك. جبت الكواليس بتاعت الاتفاق ده منين؟ انت بتقول لي في اتفاق دم، بتقول لي في اتفاق تم في مجاملات لصالح النادي الاهلي. بقول لك الاتفاق ده تم فين؟ قلت لي في الاتحاد الافريقي. حضرتك كنت موجود؟ ايوه حضرتك كنت موجود. هو احنا كلنا كنا موجودين يا كابتن محمد. حلو. الاتفاق بقى انت عرفت كواليس الاتفاق ده منين؟ من الاعلاميين. من الاعلاميين. الاعلاميين الاعلاميين بقى جابوا كواليس. كان في حد منهم معاك؟ واحده واحده والله. حد من الاعلاميين اللي بلغ حضرتك كان موجود في الاتفاق؟ ايه ده؟ خلينا. انا عايز دليل يا عم. انا عايز دليل. طب معلش نشكل. لا ثواني. لا مفيش حاجه اسمها. لا طب الراجل بكلمه. اسئله مش منطق. يعني مثلا الحكم يعني هو ثواني بس سوالي. الحكم اللي ارتشى يوم ماتش الاهلي والصفاقه 6:30. كابتن شريف يعني انا لما بساله اسئله منطقيه تقول لي ده مش منطقي، وانت تقول لي تم اتفاق ما بين النادي الاهلي. طب ثواني. خليني اقول بس كلمتين.
يعني لما انا بساله اسئله منطقيه دليل الكلام ده جاي منين؟ هل حد كان موجود؟ لا انا لازم اروح اقعد معاهم وبحضر الاجتماع. انت مش بتتكلم عن حاجه فيها فساد؟ مش في دليل؟ مش الفساد ده ليه دليل يا كابتن شريف؟ ولا الفساد ده باللا منطقيه؟ يعني انا بكلمه في حاجه منطقيه، دليل الفساد ده فين؟ مش عايز اكمل معاه الاسئله وانت جاي تقول لي الاسئله لا منطقيه. لا هل بقى تخيل انا، ما خليني اقول، هل تخيل انا ان تمت مؤامره ما او اتفاق ما علشان حاجه معينه هي دي المنطقيه؟ لا، ما دي لا منطقيه. لا، انا عايز اعرف الدليل عشان الحكم منطقي. الحكم اللي اترشى يوم ماتش الترجي اللي حط الكره بايده في نادي في لا 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 في في لا 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 استنى بس اللي هو في نهائي افريقيا. خليني اقول لك انا، في حكم كان ماشي في نهائي افريقيا، كان في 2000 في 2007 تقريبا. في 2007 لما حط الكره بايده كده في النادي الاهلي. طب ما الراجل اهو جه على الاهلي اهو. الحكم اللي حسب 2000 الحكم اللي حسب ضربتين جزاء يوم ازارو مع شق الفالنا وما رضيش ياخد براي البار البطوله دي فاز بيها الاهلي. لا ثواني، لا بقول لك، هل احنا عرفنا يعني رحنا قعدنا مع الحكم وهو بيرتشي وشفنا الرشوه اللي خدها؟ لكن الاعلاميين قالوا لنا على حاجه زي كده. بص انت برضو عايز توصلني لايه يا سيدي؟ انت كل حاجه، انا مش عايز اوصلك لحاجه، انا بحكي لك مواقف منطقيه، انت قول لي عكس المواقف دي. انا بقول لك ايه دليلك؟ ما ايه دليلي برضو ان الحكم خد رشوه؟ في القانون بقول لك ايه؟ طيب ماشي، القاضي في القانون بيقول لك ايه؟ طب ناخد الاستاذ غريب الاول. بالحجة. طب ناخد الاستاذ غريب الاول. الاستاذ غريب من بني سويف. اهلا استاذ غريب. استاذ غريب عارف تحت من السويس يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف. ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذ شريف؟ معلش بعد اذن حضرتك. اتفضل. حضرتك متحامل على الاهلي زياده عن اللازم؟ لا والله ما متحامل على الاهلي، قسما بالله ما متحامل على الاهلي. لا متحامل جامد جدا وبتعصب جامد. لا ثواني، هو معنى ان انا دافع عن الزمالك يبقى انا بتحامل على الاهلي؟ لا انا على فكره حضرتك انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا اهلاوي وبشجع الزمالك في البطولات الافريقيه وببقى اعصابي تعبانه جدا. احييك برنس جدا، عايز الزمالك يكسب. برنس والله. طب عايز الزمالك يكسب. حد بيسقف. بص شاف جماهير الاهلي، شاف جماهير الاهلي كده هاديه بتتكلم بهدوء، بتشجع بظهرها، بتشجع هاجي للحته دي، هاجي للحته دي. بس حضرتك متحامل زياده عن اللازم قوي. وبعدين معلش استاذن حضرتك، يعني في قرائن، في دلائل على الموضوع، يعني على يعني قولها. واحنا بنتطلع لا 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 لا، بص، في قاموس جماهير النادي الاهلي حط ما بين قوسين كده مؤامره. طب يا استاذ غريب. نعم يا فندم، امرني. انت تابع الحلقه؟ واذا كان انتوا بقى انتوا ايه يا عم، ما تخلاش انت وانتوا برضه، انتوا من اول حلقه انت عايز تعملها ايه؟ اذا كان نويتوا على القرائن والدلائل ان شاء الله في الحلقه دي هتشوفوا مفاجآت كتيره جدا. احنا مش خصم. لا دي رياضه يا استاذ غريب، رياضه. معلش الزمالك بيلعب كوره. احنا بنحب الزمالك ان بتبقى فيه لعيبه مهاريه. سيب حضرتك، سيبك من البطولات. الزمالك بيلعب كوره احسن من الاهلي، بيتكلم بما يرضي ربنا. هل الزمالك بيلعب كوره احسن من الاهلي؟ الزمالك بيلعب كوره عشان خاطر الاهلي؟ لا، احسن من الاهلي. لا طبعا. هل الزمالك بيلعب كوره احسن من الاهلي؟ ما انا بقول لك، اجابت انا اجابت مجروحه يا استاذ غريب. زملكاوي وبتتمتع يا عم. احنا معترفين ان في لعيبه على مر التاريخ الزمالك بيجيب لعيبه مهاريه بتلعب كوره حلو، بتلعب كوره بتمتعنا. علشان كده لما بيجي في الاهلي لعيب مهارته باينه، بيعرف يرقص، بيعرف يعدي، عنده فكر ومهاره شخصيه او مهاره فرديه، بيبقى ليه تاريخ في النادي الاهلي. بص، كل الرموز اللي على النادي الاهلي دائما اللي ملمسين مع الجماهير قوي، هتلاقي لي ليه حته جماليه على مر التاريخ. الزمالك كتير. طيب مش ارد على حته. لا مش هكلين، في واحد طالبك مخصوص من اسكندريه، الاستاذ محمد. يا مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. الو. طيب لغايه نحاول تاني. طب خلينا نسيب شويه، ما الخطا عشان كان زملكاوي. ما اعرفش انت تعرف زملكاوي منين. مين انا؟ ثلاث اصحابي زملكاوي. اقول لك على حاجه، انت قلت كلمه برضه عايز نرد عليها، رد عليها. جماهير الزمالك بتشجع، جماهير الاهلي بتشجع بايه؟ بظهرها. طب يعني عايز نرد ولا اعديها دي ولا ايه؟ لا عديها.
ما تخلينا رد. لا الاستاذ محمد رجع تاني. استاذ محمد الو. يا استاذ شريف ازيك؟ اخبار معاليك يا باشا؟ الحمد لله. معاليك انا هسال حضرتك سؤالين بس. نعم هسال حضرتك سؤالين. اتفضل يا عمر. حضرتك قلت ان الحكم الجزائري كان مرتشي. الكلام متضمن ان النادي الاهلي هو اللي رشاه. لا امال مين اللي رشاه يا فندم؟ ما مش هن... بلاش بلاش يا استاذ محمد بلاش تسال المتعصبين. طيب حضرتك في ادله ما فيش دليل. لا 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 عندي دليل مش عايز اقول اسمع الهوا يا استاذ محمد. حاضر بس قول. قول يا استاذ. انا بخاف من العصبيه بس يا كابتن محمد معلش. النادي الاهلي ضحى بسمعه مصر. ايوه هل الكلام ده مقبول ان انا اقوله على الزمالك؟ عشان الزمالك ما عملوش. لو عملوا تقولوا يا استاذ محمد. ايه المشكله يا فندم لما حضرتك يبقى معاك دليل تقول الاهلي ضحى بسمعه مصر؟ يا سيدي ثواني. ربنا عرفوه بالعقل ولا شافوه بالعين؟ طبعا بالعقل. بس العقل بيقول لو انا جبت بطولات مصر كام بطولة لغاية ما عملوا الاستفتاء بتاع نادي القرن ده كانت مصر واخدة 6 بطولات افريقيا. مصر مشتركة في جميع البطولات الافريقية وبتاخد مراكز مختلفة. مصر واصلة كاس العالم مرة. تمام. في هذا في نفس التوقيت الكاميرون كانت واخدة بطولة كاس الامم الافريقية مرتين. تمام. مشتركة في 75% من بطولات كاس الامم الافريقيه. مصر مشتركه في 100%. تمام. مشتركه في كاس العالم 3 مرات. مصر مشتركه مره. لو انت حسبتها نقط وزي ما حسبوها في الاتحاد الافريقي يبقى مين اللي يفوز بنادي القرن؟ لا يا فندم مش حضرتك يا فندم. اولا الزمالك لو الاهلي ضحى بسمعه مصر والزمالك هو اللي شرف مصر فالزمالك كان المفروض ان هو يطالب ان بدل ما يضحي هو كمان بسمعه مصر وبقاله 25 سنة مش 20 سنة حضرتك 25 سنة بيبحث عن قضية نادي القرن فما كان الأولى دي بما إن هو نادي الوطنية والكرامة يدور على دولة القرن اللي هي مصر ما دام الموضوع وطني قوي بالنسبة للزمالك وبالنسبة لحضرتك. بص يا بص يا كابتن محمد بص يعني الزمالك أنا 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 مش بتحدث باسم نادي الزمالك دلوقتي بس لو اتفتح الملف بتاع نادي القرن هيعادل الكشف عن كل الحاجات اللي انت بتحكيها دي يعني مجرد ان الحق يرجع لاصحابه لنادي الزمالك اوتوماتيك هيرجع لاصحابه في الكاميرون. يا فندم حضرتك المنوط بيه انه يدافع عن سمعه مصر وزاره الشباب والرياضه حضرتك توجه الاتهام ده لوزاره الشباب والرياضه. انا مش بوجه الاتهام لحد يا استاذ محمد ولا النادي الاهلي ليه دخل في الكلام ده. حضرتك انت وصلت انت وصلت بص ذاتك استنى ما انت لما بتخش مداخله واحد زملكاوي بتقطعه وبتخش معاه وبتسنده في الكلام انا سايب الراجل يتكلم من بقى. طيب لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ايه علاقه ده بالموضوع؟ ما انا هقول لك اهو. إيه؟ انا بقول الاهلي مالوش دخل ازاي في ناس ملكيه اكتر من الملك يعني في ناس بتدافع عن مصالح الاهلي بالحق وبالباطل اكتر من الاهلي بيدافع عنها والاهلي مطمن الحته دي ان عنده يعني ناس كفيله ان هي تجيب له حقوق مش بتاعته. حلو ممكن ارد انا بعد اذنك ولا ترد انت كابتن محمد استاذ محمد؟ لا يا فندم انا بشكر حضرتك على المداخله. الله يخليك. شرفت بحضرتك الاول في البرنامج ده يا استاذ محمد. الله يخليك. شريف برضه يعني. تحياتي ليك وتحياتي لكل اهل. حضرتك مين من اسكندريه؟ لا يا فندم انا من كفر الشيخ. معلش تحياتي ليك وتحيات الاهلي كفر الشيخ كلهم حبايبنا تحياتي. طيب بص احنا بص يا كابتن شريف ناخد محمد الاول وبعد كده نطلع فاصل وبعد كده نرجع بقى معاك. ايه احكي زي ما انت الاستاذ محمد. ايوه استاذ محمد. الو الو الو. ايوه ازاي حضرتك كابتن شريف؟ ازيك يا ريس الله يحفظك. ازيك وازاي الاستاذ محمد رمضان والاستاذه جنه وكل سنه وانتم طيبين وانت طيب. الله يخليك يا استاذ محمد. هكلم حضرتك بس 3 نقط من غير ما تقطعني وبعدين اسيب لكم. لا اتفضل. انا مستمع خالص. كابتن شريف اول الحلقه خالص انت قلت ان المفروض الاتحاد المصري يعمل بطوله دوري للنادي الاهلي وبطوله ثانيه ل 16 فريق. دي كويس من حضرتك ان انت عارف حجم الفرق المصريه جنب الفريق بحجم النادي الاهلي. ماشي. تاني نقطه
حضرتك بتقول جماهير النادي الاهلي بتشجع بظهرها. مش انا اللي قلت يا كابتن. لا انت قلت على. لا انت قلت كابتن ميم عبد الله. لا لا انت قلت. ولا قلتها، ما انا باخدها على لساني وبقولها. الو الو فاصل. شخطت فيه خير. لا استنى، لو بصيت لكلمه بتشجع بظهرنا انا هجيب لحضرتك مثال. كان في لاعب لنادي الزمالك على احد القنوات، مش بدون ذكر اسماء، كان بيقول للعيبه انها لازم تجتهد وتكسب الكونفدراليه عشان تروح كاس العالم. حضرتك بتطلع نادي يكسب الكونفدراليه لو كاس العالم للانديه، دي نقطه بسيطه. لا لا ممكن يا كابتن محمد ارد بس علشان بشجع، عايز ارد عليها من بدري والله. بعد اذنك يا استاذ محمد، حضرتك يا كابتن شريف، حضرتك كل كلامك هو معاد من كل زملكاوي، هو ان انتوا عايشين في مؤامره كونيه على نادي الزمالك، ارجوكوا بطلوها. طيب طيب احييك اول بس يا كابتن محمد، احييك بس انا عايز ارد على اشجع بظهري. يا عم انا معاك، همشي معاك بالمثال ده يا عم، بنشجع جماهير النادي الاهلي بتشجع بظهرها، بس في فرق ان انا بشجع بظهري، انتوا واخدينها باتجاه ان احنا جماهير الاهلي ما بتفهمش. لا احنا بنشجع بظهرها، احنا واثقين عارفين الفرقه دي هتفوز. ايوه اي وقت الحكم يحسبها ضربه جزاء كده وخلاص. مين اللي قال كده؟ هو جون احمد فتحي في الجيش ده بضربه جزاء اللي خدنا بيه دوري؟ ما هقول لك على حاجه، انت بتقول الاهلي جميع اللي معرفش مين بيسانده طوال العمر ولا فترات وفترات؟ انا عايزك تكمل. ايوه يعني طول العمر ولا فترات وفترات؟ لا طول العمر. طول العمر؟ امال ليه الاهلي بيخسر بطولات وبيخرج من افريقيا ببطولات؟ وطب ما كان خد كاس العالم للانديه كمان مره كده ولا حاجه، بشوفه احيانا. لا لسه لسه ما وصلش للاتحاد الدولي الاهلي. يعني هو اخره ايه؟ يعني هو انت شايف من وجهه نظر الاهلي سيطر على الاتحاد الافريقي، سيطر على الاتحاد المصري وسيطر على الاتحاد الافريقي. ممكن بقى ربنا يكرمه بقى ويسيطر على الاتحاد الافريقي. لا بص بص يعني والله العظيم ده لو في ده من طول من طول ما معانا مرتضى منصور مش هتوصلوا اكتر من اللي وصلتوه ده يعني. وفاصل ونرجع لكم تاني. ماشي. رجعنا لكم بعد الفاصل، اهلا بكم مره ثانيه. وهنبدا لقائنا باتصال تليفوني. السلام عليكم. ايوه ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ايوه يا فندم. اهلا بيك. انا الدكتور محمد حسام عبد الله. اهلا بيك اهلا بيك. انا زعلان من الكابتن الشريف صراحه. ليه يا دكتور؟ ليه بس؟ اتجاه دائم جوم بلا يعني توقف عن النادي الاهلي واسلوب لا يليق ابدا. اذا كان الزمالك عنده مظلمه يروح للمحاكم الدوليه، يروح الفيفا، يروح اي حته، انما الكلام كله في الاعلام في الفاضي. ما سمعناش قضيه، ما سمعناش اي اتجاه رسمي، كله كلام في الفاضي، تضييع وقت. دليل ان هم مفلسين. فما ينفعش الكلام ده على طول الخط. 41 دوري مش عارف ايه حرام، و12 بطوله، ايه الفوضى دي؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ واحد ده تضيع وقت وكلام فاضي ملوش لازمه. ويعني اللي عنده حاجه ما تروح تاخد دوري يعني يا عمي، والاهلي يقعد له 50 60 سنه وعشان تحصلوا الاهلي وخلاص، ولو عندكم حكام تاخدوا بيهم خدوا بيهم، انما ما ينفعش هذا الاسلوب. ما ينفعش على طول على طول حرب ممنهجه واتهام بالرشوه واتهام مش عارف ايه. وما ينفعش وعيب ان حد يتهم برشوه في ذمته وفي دينه وفي اخلاقه بلا اساس، ما ينفعش. مش عشان انا اهلاوي وكده بقول الكلام ده، لا. وبعدين ايه ده؟ فرق رهيب 12 من 41 بطوله. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يجب ان يكون في مصداقيه في الكلام
ويجب ان يكون يعني نضيع وقتنا في كلام مجدي، مش هنقعد نضيع في الهرت ده والكلام الفاضي ده. فارجوكم ارجوكم نتناول مواضيع الجاده يعني تفيد في الرياضه، في دعم الرياضه، في تطوير الرياضه، مش الاهلي اصل سنه كام، الحكم الفلاني كذا، والكلام الفاضي ده اللي بنضيع وقتنا فيه. فانا والله ده اللي استفزني وخلاني ادخل في. طب ارد يا دكتور ولا؟ اتفضل يا بيه، اتفضل اتفضل. طيب هل حضرتك عملت مداخلة مع كابتن أحمد شوير؟ أنا أول مرة أعمل مداخلة. طيب. بس أنا راجل عمري 66 سنة. ربنا يديك الصحة. بشجع كورة، الله يكرمك، بشجع كورة من سنة 64. ومتابع الدوري بالنسبة للأهلي والزمالك من هذا التاريخ. اللي هي كانت فترة الزمالك المنتعش في الستينات. وطلعت على الانتعاشة بتاعت الزمالك دي في الستينات، ولكن انا شجعت الاهلي. انا يعني ارجو ان يكون في مصداقيه وفي كلام جاد وكلام مجدي يفيد المشاهد، وفي نفس الوقت يبقى فيه حاجه تفيد الكوره وتفيد الرياضه، انما ما نقعدش نضيع وقتنا مثلا في بطل القاره. طب يا جماعه ما تلجاوا للمحاكم الدوليه، ما الموضوع ينفع ما بيسقطش بالتقاضي. كل شويه يقول لك اصل كل برامج الزمالك، اصل نادي القرن الحقيقي، طب يا عم ما تروح اللي تدور عليها. والله انتوا غلطانين انكم سايبين حقوقكم. قال لا. انما كل الاحصائيات، طب ليه ال 20 سنه اللي فاتت الزمالك ما بقاش نادي القرن؟ فرق رهيب في المركز السادس في الاحصائيات الدوليه. ليه يا عم ما تشغلش بالك بالكلام ده؟ ملوش لازمه. خلينا نشوف تطوير الكوره، المنتخب القومي. الكلام ده كله، الوضع اللي احنا فيه، ازاي نخرج من الازمه اللي احنا فيها بتاعت الكورونا، وازاي يبدا النشاط من جديد. انما كل اسبوع يعني، والله اقسم بالله انا من ساعتها بحاول اتصل بيكم على امل ان انا اقدر اوصل لكم كده. على مستفزين الوضع من زمان فتره وانا بسمع الكلام الفاضي ده، معلش مع احترامي يعني. لا 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 عادي للكل يعني، بس ارجوكم ناقشوا قضايا موضوعيه تهم الرياضه والرياضيين والكوره وتطوير الكوره على مستوى البرنامج يعني اللي اقصده. ايوه. فانا اتمنى يعني ان يكون بس يا دكتور. اتفضل. يعني البرنامج بتاعنا بنحاول يعني ايه في ظل الازمه، احنا يعني دايما بنحكي عن ازمه كورونا وطرق الحل وطرق الوقايه. بتفرجوا على الناس شويه، بتفرجوا على الناس شويه في القعده في البيت وبتسلوهم وخلاص. الله ينور على حضرتك. لا لا مش كده مش كده مش كده. لا ثواني بس، خليه ما انا اتفضل. احنا بنناقش قضايا مهمه في الساحه الرياضيه، وبنحاول نخلي الشعب المصري يخرج في فترة يعني الفترة اللي هو معمول عليه حظر فيها، يبقى متابع للحالة الرياضية في مصر. ما متشكرين يا دكتور، وهرد على حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. بص، هو الموضوع باختصار، هو كابتن شريف جايب لي بعض المواضيع اللي هي مثيره على السوشيال ميديا او مثيره ما بين الجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. انا بتكلم من وجهه نظر انا كمشجع اهلاوي، والكابتن شريف كمشجع زملكاوي بيتكلم من وجهه نظره. ودايما الموضوع اذا ذكر فيه اهلي وزمالك بتبقى الدنيا تنشن شويه، مش عارف ليه، ولكن اتمنى ان احنا بنقدم حاجه مفيده. الموضوع باختصار احنا قدمنا حاجات كتير جدا في البرنامج، وان شاء الله باذن الله لفته طيبه من حضرتك واللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. بس في لي تعليق. اتفضل. هو الدكتور بيقول الكلام الفاضي ومش عارف ايه، ويرجع يحكي برضه في الاهلي والزمالك ونادي القرن والالتجاء للمحاكم الدوليه. طب ما ده اللي احنا بنقول فيه دلوقتي. لا لا، هو الراجل بيقول لك انت لو عندك مشكله في مشكله، انت شايف حكم مرتشي، شايف انت اتظلمت في شيء، في محكمه روح قدم فيها، بدل ما احنا عمالين على الشاشات نقول احنا مظلومين احنا مظلومين احنا مظلومين. انا اخد حبيبك بقى كابتن احمد. يا كابتن احمد مساء الفل. كابتن احمد، بص يا كابتن احمد، مساء الخير. مساء الفل. بقول لك ايه، كابتن شريف متعصب من اول. ايه النور ده يا استاذ شريف؟ فما مش هقول لك ما تعصبهوش، اللي انت عايزه اعمله. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا يا استاذ شريف، منور الدنيا، والاستاذ محمد رمضان والاستاذه جانا منورين الدنيا. الله حبيبي يا كابتن احمد، مساء الفل عليك. اتفضل هات ما عندك. هو
طبعا الاستاذ محمد اللي كان لسه بيتصل انا شايفه شادد عليك شويه يا استاذ. يا سيدي على عيني وعلى راسي يا استاذ. اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه ما بيني وما بينك. مش لوحده. خلي بالك الاستاذ شريف حد محترم جدا الله جدا جدا. طب بس هات 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 يا استاذ احمد، ده الراجل بيشكر. لا هات هات على فكره، على فكره بس طب احنا هنتكلم بقى الحقيقه بجد. طب بص يا كابتن احمد، عشان انت كابتن شريف، استاذ شريف كابتن احمد، الثلاث حلقات الاخيره دول مواضيع هادفه. يعني انا بختلف على الاخ الاستاذ محمد اللي كان بيتصل، الدكتور محمد هو مش كلام فاضي او للتسليه. انت لو حضرتك ركزت في الثلاث مواضيع اللي الاستاذ شريف عملهم، سواء الاحتراف او الهواه او الانتماء، مش انا بس يا استاذ محمد، يا استاذ احمد. نعم ده انا والاستاذ محمد. يا عم انا كمل يا كابتن احمد. كمل ما احنا كلنا اسره واحده. ايوه كلنا اسره واحده، كلنا شغلنا ده بيكمل بعض. تمام. يعني الاستاذ محمد برضو كان في حلقه جميله جدا اللي هي الانتماء والاحتراف. النهارده انتوا بتتكلموا عن موضوع اخطر ما يمس الرياضه في مصر، ان الرياضه ما تقتصرش عن الاهلي والزمالك. صح. وطبعا يا ريت انا يعني برضو انتهز الفرصه من خلال برنامجك الجميل ده يا استاذ شريف، يعني برضو بطالب اتحاد الكوره، نزل قرار امبارح ان هم خصصوا دخل للقسم الرابع والقسم الثالث في على مستوى الجمهوريه، ولكن استثنوا منه مراكز الشباب. طيب مراكز الشباب دي بتشارك في دوري الناشئين، ومنهم يعني مراكز شباب كتير لا تقل اهميه عن الانديه، وبيلعبوا وبيشاركوا في مسابقات الاتحاد المصري لكره القدم. طب اين دور او اين نصيب او حصه مراكز الشباب من الدعم الذي قدم من اتحاد الكره المصري؟ فانا بنتهز ان انتوا بتتكلموا النهارده عن الاهلي والزمالك، ان الرياضه ما بتقتصرش عليهم، فيا ريت تناقش لنا الموضوع ده حضرتك والاستاذ محمد رمضان والاستاذه جنى، ان تم اعتماد مالي لجميع الانديه ومراكز الشباب، ولكن عند الصرف تم استبعاد مراكز الشباب. حتى انا كنت بتكلم مع الاستاذ محمد رمضان لو تفتكر حضرتك يا استاذ محمد من اسبوع في الكلام ده. حصل. فيا ريت انتوا برضو يعني فرصه من برنامج بدون اهداف اللي هو يعني الحمد لله مشاهدته عاليه جدا، ربنا يخليك، برضو تدونا نبذه مختصره اين دور مراكز الشباب في الحصه التي خرجت بالفعل من الاتحاد الكره المصري. يعني بيقول لك ان مراكز الشباب ليس لها علاقه بالانديه. طب ما مراكز الشباب تقعد وما عادوش يشاركوا في المسابقات لا ناشئين ولا فريق اول، وقدوا يبقى مراكز الشباب هي مش كده، مش كده المحليه فقط على قد البلد او القريه وخلاص. طيب بص يا كابتن احمد، هو ممكن يكون علشان هو واخد القرار كده علشان المشاركات اللي كانت موجوده، وفي عقود وفي بطولات دوري كانت درجه ثالثه ودرجه رابعه بيشاركوا في بطولات والكلام ده كله، فكان في تعاقدات مع بعض اللعيبه، والتعاقدات اللي مع بعض اللعيبه دي طبعا دخل المراكز الشباب كان ضعيف جدا، فبالتالي بدا يبقى في دعم علشان التعاقدات بتاعت اللعيبه. ولكن ده ما يمنعش ان المراكز الشباب الغير مشتركه في بطولات الدوري الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه ان يكون ليها جزء من الدعم برضه، عشان في موظفين وفي لاعبين وفي حاجات كتيره جدا المفروض يتم النظر ليها. بضم صوته لصوتك وان شاء الله باذن الله يكون فيها حل قريب ان شاء الله. وانا ارجع بقى تاني لموضوع الاهلي والزمالك. انا بحيي الاستاذ شريف على فكره الموضوع بتاع البرنامج اللي هو لا تقتصر الرياضه على الاهلي والزمالك. بالفعل النادي الاهلي والزمالك ده، والاستاذ شريف وحضرتك والاستاذه جانا يعلموا الكلام ده، كل لاعيبه الاهلي والزمالك خارجين من الاقاليم. مظبوط. صح صح. وخارجين من انديه ثانيه. ايوه باشا، هات لي لاعب من الاهلي والزمالك من القاهره، نادر جدا ان انت تلاقي لاعب من ناشئين الاهلي او من الزمالك متربي في القاهره. حسام غالي بيقول لك. حسام غالي، حسام غالي ابننا من كفر الشيخ من مركز ومدينه ديال. طب طب عديها يا كابتن احمد، ده احنا اهلاوزه بعضينا. ايه بيقول لك كمل كمل يا كابتن احمد كمل كمل. يعني انا لو قعدت اقول النجوم، يعني احنا عندنا في محافظه كفر الشيخ، احنا نقدر لو النادي عندنا المحافظه في كفر الشيخ محمد الشناوي من عندكم الاهتمام بتاع النادي الاهلي والزمالك، انا بقول لك اهو عن قناعات شخصيه، نادي كفر الشيخ ينافس على الدوري الممتاز. لان النهارده انا عندي تريزيجيه والشناوي وعبد الحليم وعبد الحميد بسيوني، وعندي قبل كده حسام غالي، عندي لعيبه كتير.
لا ومتهيألي يا طارق يحيى يا كابتن احمد خليفه كل ده من ابناء محافظه كفر الشيخ ومحمد عامر نجم النادي الاهلي يا كابتن احمد نجم نادي الزمالك كابتن احمد اتفضل طارق يحيى ومصطفى فتحي كل ده من ابناء محافظه كفر الشيخ يعني انا اقصد اقول لك انا مقتنع جدا ومبسوط قوي بفكره البرنامج يا ريت ويكفي النهارده ان احنا برامجنا الرياضيه النهارده في على قناه الصحه والجمال او وكاله جو ميديا يكفي انا افتخر ان احنا بنقدم حاجه تفيد الرياضه المصريه ما بنطلعش النهارده نجيب ضيف نجم نصفي معاه خلافات او نجيب نجم يعمل لنا مشاكل في الوسط الرياضي لا احنا مواضيعنا هادفه والحمد لله ده ردا على كلام الاستاذ محمد اللي كان بيتصل قبلي وبقول له انت لو مركز مع قناه الصحه والجمال وتحديدا البرامج الرياضيه اللي من انتاج وكاله جو ميديا الحمد لله كلها مواضيع هادفه بتمس الرياضه المصريه وما بنشتغلش لحساب حد ولا مع حد. وانا تحياتي ليك يا كابتن احمد وشكرا للتوضيح وشكرا للرد مكان. شكرا تحياتي ليك. شاكرين يا كابتن احمد. طيب قبل الفصل اتخانقنا على الاهلي اتخانقنا على الزمالك طب انا هسالك سؤال هسالك سؤال انا اتخانقت انتوا الاثنين بصراحه طيب انا بقى بسال الجمهور اتخانقت ولا لا نسيب بقى الاهلي والزمالك على جنب كده ونشوف بقى ايه الكوره في مصر رايحه على فين وهل المشكله في الكوره المصريه هي التدهور بتاعها تدهور بتاع الكرة طب هو كده سؤالين ماشي طيب خلينا نرد على السؤال الاولاني الاول الكرة ونشوف في مصر فين. الكرة في مصر رايحة على فين احنا بنلعب الكرة في مصر رايحة في على فكرة اسئلتك في الجون يعني الكرة في مصر كفاية الخناق الكرة في مصر يا كابتن شريف احنا بنلعب في بطولة افريقيا وهنلعب تصفية كأس العالم فنروح بطولة افريقيا ونروح ان شاء الله باذن الله مع محمد صلاح والنجوم اللي معاه نروح كأس العالم باذن الله حلوة الإجابة دي حلو ولا انت لازم يكون فيها لازم يكون فيها فلفل وشطه بص ال- 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 الكره المصريه الكره مش في مصر الكره في العالم كله دلوقتي بتمر بازمه الازمه بتاعتها ان مفيش لعب مفيش تمرينات مفيش بطولات شغاله فمش هنقتصرها على مصر هنقتصرها على العالم تعدي الازمه واكيد هيرجع الوضع لطبيعته تاني وكل الفرق هتشارك وكل الدوريات هتشارك طب الكره في مصر في مشاكل تانيه في الكره المصريه لا في مشاكل كتيره احنا عايزين نعرف ماشي مع مشاكل كتيره هي الظروف ادت لكده اولا ما عنديش التحدد بالكوره كاملا عندي مجموعه خمسه اللجنه الخماسيه هي بتقوم باداره اتحاد الكره المصري يرأسها زملكاوي ولكن احسب له المحايده وهنا عشان بس ايه عشان نقول ان مسيطر على الاتحاد المصري قبل الفاصل الاستاذ عمرو الجنايني محسوب ان هو زملكاوي وهو يرقص اللجنه الخماسيه لنادي الزمالك ومع ذلك الرجل له كل الاحترام وله كل التقدير يعمل بحياديه. اتمنى تتم الانتخابات سريعا علشان يتم النشاط بشكل كامل ويكون في عنصر من الشباب زي محمد فضل برضه يكون موجود او حد يشبه الكابتن محمد فضل يكون موجود لان ده ممثل الشباب في الفتره اللي فاتت وكان قايم بدوره بشكل جيد ان كانت في البطوله الافريقيه او في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. طيب ناخد الاستاذ مدحت من الدقهليه اهلا استاذ مدحت السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني اوضح كابتن شريف نسينا ولا ايه نعم هو كابتن شريف نسينا ولا ايه كابتن مدحت حكم الغنم اهلا بيك ازيك يا كابتن مدحت انا بس بتصل عشان احييك على الملوك اللي انت عامله ما شاء الله منور الشاشه اعتقد الكابتن محمد غيران منك هو برضه منور بس حضرتك منور النهارده لا انا لا انا اللي مغير اللوك يا كابتن مدحت انا اللي مغير اللوك شلت الدقن اهو وفركشنا شعرنا شويه وغيرنا اللوك خالص ننوه عن حلقه بكره يا كابتن مدحت انا عندي لك سؤال اتفضل فين برنامج التحكيم اللي انت وعدتنا بيه في اول السنه؟ طيب قلت انا هخصص برنامج تحكيم حصل و هنتعالجك على الهواء انا فاكر 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 انا بحب اللي كلمنا على الهواء لو معاك رقم الكابتن احمد سعيد اللي كان بيتصل بيك من شويه لان انا وهو من يعني ايه متداخلين شويه في البرامج الرياضيه اللي موجوده على القناه انت لو رجعت له بالتليفون هيشرح لك الكواليس وصلنا لفين وهنبدا امتى لا بكره ان شاء الله نشوف الموضوع ده وان شاء الله ربنا يقدم لك الخير يا حبيبي ان شاء الله باذن الله حبيبي يا كابتن مدحت وتحياتي ليك جدا في القناه الرياضيه وحد محترم جدا الله يخليك انا بحب اشوفكم انتوا الاثنين خاصه في القناه الله يخليك حبيبي يا كابتن مدحت تحياتي ليك شاكرين يا كابتن مدحت مساء الفل عليك مسهرينك
مصهرين. تحت عمرك يا كابتن، تحت عمرك حبيبي. حبيبي في انتظارك بكره. معانا الاستاذ محمد نجيب صحفي. تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ شريف؟ ازيك يا طيب؟ استاذ محمد. استاذه جنى كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. طبعا بقى استاذ محمد رمضان طبعا استاذنا الكبير والناقد الرياضي والمنتج الفني، وخد كلام من هنا يا عم. لا انا مش ده كله. انا مشجع الاهلي فقط. حبيبي يا كابتن محمد. حبيبي يا استاذ محمد، هو بس انا كان عندي سؤالين كده سريعا بس عشان انا موضوع الحلقه شديدني بصراحه وعجبني جدا وبحييكم على اختياره. تحت عمرك، تحياتي ليك. سؤالي للاستاذ شريف، عندي سؤال للاستاذ شريف وعندي سؤال لحضرتك يا استاذ محمد. اتفضل. استاذ شريف، لو هنتكلم شويه عن الازمات اللي قابلت نادي الزمالك مثلا في افريقيا، وهنتكلم على حوار ان مثلا ممكن يكون الزمالك هو المتضرر اكبر من الحكام المرتشين او الغلطات التحكيميه والكلام ده كله، هنلاقي يا استاذ شريف ان الزمالك متضرر في مباريات بثلاث نقط عكس الاهلي خالص. يعني لما استاذ محمد ذكر مثلا مباراه 2011 نص النهائي وصل الترجي في رادس بجون انرامو بايده، جوزيف لمبيدي الحكم طبعا اللي توقف بعد كده بسبب ان هو مرتشي، وده كمان طرد محمد بركات ومنعه ان هو يلعب ماتش العوده. طبعا نقطه كمان حضرتك اتكلمت عليها، جزئيه مهدي عبيد شريف اللي ما رضيش يرجع للفار في ماتش وليد ازارو لما قطع التيشيرت. لا حضرتك، هو رجع للفار، يعني هو تحديدا رجع للفار في الكورتين وهو اللي خد القرار، وبناء على حيثيات التحقيق معاه هو في الاخر خالص وصل انه هو ما طلعش ان هو مدان او اي حاجه. فانا سؤالي استاذ شريف، استاذ شريف دلوقتي بما ان كل الحاجات دي تمام حصلت للنادي الاهلي في بطولات ومباريات نهائيه او مباريات نصف نهائيه، هل هنا الزمالك يبقى متضرر زي الاهلي ولا لا؟ طبعا انا مش عايز اضيف مباراه النجم الساحلي 2007 وعبد الرحيم العرجون وطرد عادل النحاس وضربتين جزاء العالم كله شافهم واتكلم عليهم ان هم يعني ضربات جزاء طبعا لينا وما اتحسبوش، فهسيبها حضرتك استاذ محمد تسردوا فيها التفاصيل سريعا يعني. اما بقى سؤالي استاذ محمد رمضان، استاذ محمد اللي انا اعرفه حضرتك ان حضرتك اهلاوي، اهلاوي بمعنى كل ما في الكلمه من معنى يعني. سامع سامع. اتفضل يا فندم. انا ما قطعتوش وهو بيسال. طيب ماشي معاك يا كابتن. فانا شايف يا استاذ محمد ان حضرتك يعني، انا طبعا مع احترامي الكامل للاستاذ شريف طبعا استاذ جنى، انا مش بتكلم تحديدا عن النقطه دي، لكن انا بتكلم يا استاذ محمد اللي هو ايه الحته برضو اللي هي بتاعه الاهلاويه كده لما دمهم بيفور شويه لما بيلاقوا حد بيجي علينا والموضوع بيبقى انت عايز اكتر من كده يا استاذ محمد. مش موجوده عندي. انا بس الفكره كلها ان استاذ محمد اللي انا اعرفه ان هو موضوعي شويه، وبس ما شاء الله بيسرد التفاصيل بهدوء وبكل موضوعيه يعني. فانا بس الفكره كلها ان انا مستغرب ان هو سكت على كل الكلام اللي اتقال على الاهلي تحديدا في الحلقه. فده سؤال استاذ محمد حضرتك لازم على الهواء، جزء الحياديه ده يبقى متداول. هات لي سلاح يا ابني. حضرتك برضه تضيفهالي عشان طبعا انا مش زي ما عنديش نفس الخبره بتاع حضرتك، تضيفهالي ولا تحديدا انا لما اكون مثلا ضيف، لان انا طبعا ابن القناه هنا وبطلع دايما مع الكابتن احمد سعيد وطلعت مع حضرتك في اخر حلقه وده كان شرف ليا. ده يسعدني. عايز اعرف هل دلوقتي فعلا يا استاذ محمد انا مطالب ان انا لازم اتعامل بنفس الهدوء اللي حضرتك بتتعامل بيه ده ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعني، ولا انا دلوقتي المفروض ان انا كنت ارد زي ما رديت من شويه؟ وكل سنه حضراتكم طيبين، واسف جدا ان انا طولت عليكم واخدت من وقت الحلقه. شرفتنا يا استاذ محمد. ارد عليك، ارد على سؤالي ولا ترد انت على السؤال؟ ايه بقى السؤالين؟ الراجل سالنا سؤال، سالك سؤال وسالني سؤال، ارد انا الاول ولا ترد انت الاول؟ لا اتفضل ارد انا. بص يا كابتن محمد، الموضوع مش محتاج عصبيه ولا محتاج زعيق ولا محتاج اي حاجه. زي ما انا قلت في الحلقه اللي فاتت، كان الكابتن محمد عطيه في برنامج دنيا الاحتراف موجود، والكابتن شريف كان معانا على عبر الهاتف. كلمني بالارقام، كلمني بالتاريخ، كلمني بالمنطق، كلمني بمستندات ارد عليك. الموضوع انا محتاج زعيق ولا محتاج عصبيه ولا محتاج اي حاجه. نادي الاهلي نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، الاهلي اهلي، الزمالك زمالك، الموضوع كله ما فيهوش اختلاف، الموضوع كله فيه كل واحد منا ليه وجهه نظر شايف فيها. انا بتكلم من وجهه نظري وبحللها، قدرت اقنع الكابتن شريف او قدرت اقنع الجمهور، ما فيش ادنى مشكله. كابتن شريف له وجهه نظر بيقنعني بيها او بيقنع الجمهور، قدر يقنعني بيها او يقنع الجمهور، ما فيش ادنى مشكله. الموضوع مش محتاج عصبيه ولا حميه، الموضوع محتاج هدوء خالص. كلمني بالمنطق، كلمني بالتاريخ، كلمني بالارقام، كلمني بالمستندات، اسكت او ارد عليك. طيب رد انت على سؤاله على فكره. انا اولا انا ما مش بهاجم الاهلي، انا دفاعا عن الزمالك. بس على فكره النظريه اللي انت بتقولوها علينا احنا كجمهور الزمالك دي تنطبق عليكم انتم. اي حد بتحاولوا تخلصوه
من جماهير الزمالك بتقولوا له ايه؟ انت ما راكش غير الاهلي، احنا حتى قناتنا قناه الزمالك عمرها ما اثارت قضيه ضد الاهلي. كلها رد فعل على اللي بيصيروا الاهلي. طيب ماشي، مش عايز اخش في تفاصيل، مش هنخش في تفاصيل. طب معلش يا استاذ محمد، نبدا بقى ايه فقرتنا بتاع صوره وتعليق. صوره وتعليق، بس هضطر ابص. لا ممكن نيجي كده او لا، خلينا زي ما احنا. انا بشوف بضهرك. بتشجع بضهرك ولا بشوف بضهرك؟ لا بشوف بضهرك. بشوف بضهرك. ماشي، احنا اللي بنشجع بضهرك. كابتن احمد شوبير، كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر ومن افضل حراس المرمى باعترافك باعتراف التاريخ وافضل اعلامي رياضي موجود في مصر. جانا افضل اعلامي رياضي موجود في مصر. نفس الحاجه بالظبط. انا نو كومنت، لان بصراحه يعني ايه بيمثل يتمثل بالحياديه. هو حيادي اللي بعده؟ لا مش اللي بعده، مش اللي بعده. لا مش حيادي. حيادي هو. هنيجي لقضيه الاراء، الاواضي اللي احنا لسه ما فتحناهاش. طيب اللي بعده؟ اللي بعده فاروق. فاروق على خط النص. امهر لاعب في تاريخ الزمالك. ده لعب مع باباك ده؟ لا ما انا ما اعرفش بقى. كابتن فاروق ملك خط النص. خط النص ماشي. اللي بعده صالح جمعه ده ولا لا؟ شريف اكرام. لا شريف اكرام مين ده يا جماعه؟ شريف اكرام مين؟ شريف اكرام. شريف اكرام هو لاعب اهلاوي. وانا قلت لك على فكره في التليفون، انت بتتفرج على مباريات الزمالك بس ما بتتفرجش على مباريات الاهلي. ايوه ده كابتن شريف اكرام، بيلعب في النادي الاهلي حراسه مرمى على مر التواريخ وشاف بطولات وكان كابتن. ابن الكابتن اكرامي اللي كان بيلعب في النادي الاهلي برضه. انا اخر كان الكابتن اكرام. طب ما انت عمال دلوقتي عمال تقول لي بطولات وتحاليل وحكام والكلام ده كله. على فكره خلي بالك يا استاذ محمد، انا احسن متابع لماتشات الاهلي. احسن متابع لماتشات؟ طب ما الكابتن شريف اكرامي كان بيلعب. لا انا مش شايفه من بعيد، بس احسن متابع واحسن بمسك ورقه وقلم وانا قاعد اتفرج على ماتش الاهلي. طب كابتن شريف اكرامي يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، والده طبعا اكرامي وحش افريقيا، من افضل حراس المرمى، وهو كان من افضل حراس المرمى. قابلته فتره عصيبه في النادي الاهلي برضو. كل شخص بيلعب كوره بتجيله فتره كده بيكون متالق فيها، وبعد كده بتجيله فتره كبوه. هي لما جات له فتره الكبوه خرج عملاق اسمه الشناوي، ما قدرش ياخد الفرصه تاني. راح نادي بيراميدز، اهنيه واحييه، وهو ابن من النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وشال بطولات النادي الاهلي، وسيظل ابن من ابناء بس الأهل. على المستوى الشخصي انا لو هيقيموا الشناوي وشريف اكرام، انا عندي شريف اكرام افضل. ما علينا، اللي بعده سياده المستشار. سياده المستشار محمد منصور، رئيس نادي الزمالك، له كل الاحترام والتقدير. قلت الكلام ده برضو في الحلقه اللي فاتت، ده رمز من رموز الكره المصريه، لانه يمثل من افضل الانديه في مصر نادي الزمالك، ان كان الاهلي والزمالك. فعاد وخد الزمالك بطولات كتيره جدا تحسب له، في صوت نادي الزمالك معاه تحسب له. وعامل طفره يا استاذ محمد في نادي الزمالك غير مسبوقه. عشان انا ما دخلتش نادي الزمالك، لكن اسمع ان هو عامل طفره بالنسبه للاعضاء داخل نادي الزمالك تحسب له، قايم بدوره كرئيس نادي الزمالك. واحنا كجماهير من النادي الاهلي ليه كل الاحترام والتقدير كرئيس لنادي الزمالك. ستنصر منصور، ايه رايك؟ كويس نادي الزمالك معروفه. الثعلب. بص انا كان نفسي زي ما قلت على الخطيب الحلقه اللي فاتت، كان نفسي الكابتن حماده امام ولد الكابتن حازم امام، نفسي اشوفه بيلعب. كانوا بيقولوا مهاري جدا زي حازم، جدا جدا. ولكن في التعليق كنت بحبه، لان انا يعني حضرته في التعليق. لا بص يا كابتن حماده امام وهو بيعلي حتى يعني كان بيحلل. لا اسلوبه، لان كانت اي هجمه لحماده امام داخل منطقه الجزاء جول. انا بقول لك انا كان نفسي اشوفه. كان نفسي اشوفه بيلعب، بس ما شفتوش فعلا هو بيلعب. وممكن عشان برضو اهلاوي بحب الاهلي الكلام ده. فما كنت بشوف اهداف. واللاعب الوحيد في مصر اللي ما خدش انذار لغايه ما اعتزل، وهو ما هو الحصاد برضو دي انا ما اعرفهاش، ما اعرفها منك ده. جميل. بس اللي انا شفته من ابنه حازم امام، امهر من انجبت الكره في مصر، من امهرهم، من اكتر واحد جماهير الاهلي بتحبه في الزمالك. جماهير الزمالك حازم امام رمز من رموز
الكوره في مصر. كابتن حماده انا كان نفسي اشوفه كلاعب، لكن كمعلق كان من معلق المفضل هو الكابتن ميمي. طيب جان الله يرحمه الله. ده ابنه حازم امام. قول انت بقى الاول يا جان، ايه رايك في حازم امام؟ حازم امام ده لعب مع بابا برضه. برضه؟ برضه. انا بص انا ماليش في الكوره قوي بصراحه، بس يعني انا بسمع اسماء كده زي بس زي الناس العاديه. لازم نقول ان احنا ما مشيناش على السكريبت. ما مشيناش على السكريبت يا كابتن شريف. اتفضل اتفضل. بص كابتن حازم امام بالنسبه احنا كاهلاويه ده رمز من رموز النادي الزمالك. اكتر واحد زملكاوي محبوب عند جماهير نادي الزمالك، اخلاق، مهاره. اللعيب ده كان بينزل يلعب للمتعه، كان بيمتعنا احنا كجماهير كوره، كنا بنفرح جدا لما الكره بتجيله. عارف هو افضل من عمل اسيست في تاريخ مصر. في تاريخ مصر صح. اتفضل. مين؟ طارق سليم. كابتن طارق سليم، عائله سليم ده من ده رمز، ده اخر الرجال المحترمين ده. ده طبعا كابتن طارق سليم اخو ال المرحوم الايقونه الكابتن صالح سليم. ايقونه النادي الاهلي ورمز الكره المصريه والنادي الاهلي. كابتن طارق سليم انا عاصرته وانا بتفرج على كوره. طب ثواني يا استاذ محمد معنا. طب معانا مداخله الكابتن محمود عبد العزيز. يا كابتن الو الو الو. ايوه ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله يا كابتن. الله ينور على برنامجك بصراحه، حاجه محترمه جدا والله. الواحد سعيد وهو قاعد يتفرج على حضرتك والله. الله يحفظك. والاستاذ محمد مشرفنا اهو. شريف بحيي طبعا الكابتن محمد طبعا. لا صحيح. طبعا الكابتن محمد الراجل الاهلاوي دايما يعني في جدال ما بينك وما بينه على طول. يعني قدرت اخرجك عن الحياه دي اهو. ليه لا خالص، ما هي وانا اهلاوي سب مثلا؟ اهلاوي انا بشجع نادي اهلي، ايه المانع؟ بس ما لهاش علاقه انا متحيز لمين. انا مستر شريف بيشجع نادي الزمالك وما قلناش حاجه. طيب معاك ده حاجه يا كابتن كبيره، ده حاجه تسعد الواحد يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمود، تحياتي ليك. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ محمد؟ بصراحه يا كابتن انا اهلاوي. اهلاوي يا كابتن. طب اتفضل. يا كابتن محمود عبد العزيز مع حضرتك يعني. اهلا يا كابتن محمود، اتفضل يا كابتن. انا بصراحه انا شفت البرنامج بتاع حضرتك وانا بقلب كده في التلفزيون. جايه اهي جايه اهي. قول يا صوت التلفزيون شويه. جايه اهو. طب وطي صوت التلفزيون شويه. هيقول اهو هيقول. لا بصراحه يعني اللي طب طيب انا اللي شدني بصراحه الكلام بتاع حضرتك على النادي الاهلي بصراحه، موضوع بطل القنر، والنادي الاهلي دايما في مقابلات من الاتحاد الافريقي من الاتحاد المصري، كل الناس بتقابل النادي الاهلي يعني. ده اللي انا شفته مع حضرتك يعني، فده اللي انا استغربته يعني. النادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي عريق وبطولاته يا سيدي. احنا على فكره مش معنى كلام ان اعتراض على اللي انت بتقوله ده. انا بقول النادي الاهلي نادي عظيم، نادي عريق، نادي وطني، نادي فيه كل المميزات. المشكله في من حواليه. في ناس قلتها للاستاذ محمد وقال لي يعني ايه، في ناس ملكيه اكتر من الملك. يعني حكم الاهلي عمره يعني لا اعتقد، انا ما اعرفش بس لا اعتقد ان عمره ما راح قال لحكم، مع ان في واحد برضه لاعب في النادي الاهلي قال اتصلنا على الكابتن محمد فاروق قبل ماتش في ماتش. بس انا لا اعتقد النادي الاهلي عمره راح قال لحكم من بجامين. طيب معانا الاتصال. شكرا يا استاذ محمود. شكرا استاذ محمود. معانا الاستاذه امينه من الجيزه. الو وطي صوت التلفزيون والنبي يا استاذه امينه. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك، اتفضلي. طيب انا كنت عاوزه اقول ان عامه مشكله الاهلي والزمالك في مصر ان هم بيكون باين ان هم بيبقوا الاقوى وكده، مع ان اغلب اللعيبه اللي بتروح بره وبتسافر وبتعمل بيبقى عندهم مجد وكده، بيبقوا اللعيبه اللي مش جايين من نادي الزمالك والاهلي عامه. فانا بحس ان في نوادي ثانيه كويسه جدا وبتساعد الناس وبتنشئ ناس كويس قوي، زي مثلا نادي وادي دجله. انا اعرف هناك لعيب وبقى شاطر جدا وهيفضل يكبر وكده وبس.
وانا عاوزه اقول لجنى حضرتك جميله جدا والله، ووشك في الكاميرا تحفه. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. ميرسي يا امينه. شاكرين يا امينه. طيب احنا الوقت معاك بيجري، انا مش عارف ايه ده. مديهم رشوه. اه والله. بعد كده ما اعرفش ايه اللي مين يعمل ايه. بعد كده بقى نلتزم بالحوار كامل بقى، نشوف السكريبت بتاعنا ونظبط الدنيا ان شاء الله، عشان الخناقه دي مش هننفع. المره اللي فاتت مش هنجيب ولا اهلي ولا زمالك، هنشوف حد من فريق تاني. طيب في هل من سؤال اخر؟ انا جاهز. لا احنا خلصت كده، عايزين حاجه تانيه عايز تعرضها لي؟ لا ده احنا ما عرضناش ولا قضيه من احنا. ثواني ثواني يا جماعه، في قضيتين مهمين جدا ومش عايز تعليقك. دي قضيه عبد الله السعيد. ماله؟ اللي خسر القضيه في الفيفا، وجاب وجاب الفيفا جاب غرام على الاهلي 20000 فرنك سويسري. نقول ماشي، خسرش القضيه. ثواني، لا ثواني، نقول والقضيه ثواني يا ما اقوله بقول ان انت مظبوط. والقضيه الثانيه بتاع اللاعب البرازيلي اللي كسب قضيته مع النادي الاهلي وغرامه على النادي الاهلي 2 مليون دولار. طيب الاثنين دولك اللي انت كنت عايز تسيرهم. بس ارد عليهم. ماشي. اولا الاهلي ما خسرش القضيه، الاهلي قدم بطلب للفيفا المستحقات. لا انا انا بص انا مش قصدي خسر ولا ما خسر، ثواني بس عشان خسر. اكمل الجمله عشان طيب عشان انا اسيبك تكمل الجمله. ماشي. القنوات الثانيه ما ناقشتش هاتين القضيتين. لا انا ما انا قلت انا قلت لا اسم القناه. مش علاقه، مش هنخش من غير اسم القناه. ياما ياما حمد النجاز كسب قضيته ضد نادي الزمالك، كل القنوات الفضائيه جابت الخبر ده وبروزته وعملته كبير جدا. اشمعنا وفي الاخر نقول الاعلام غير موجه كده؟ ثلاث نقاط صح كده. طيب ارد على الثلاث نقاط بس اقول للاعداد عشان الاعداد عمال يقول لي خلاص خلاص ثواني. اديني ثلاث دقايق بس يا شباب. طيب النقطه الاولى قضيه عبد الله السعيد، النادي الاهلي لما يخسر القضيه، النادي الاهلي قدم بطلب بشكوى لمستحقاته في فسخ العقد ما بين عبد الله السعيد واتحاد جد. اتحاد جده السعودي. الاهلي قدم الشكوى، رد الفيفا قال له الشكوى دي لا يتم النظر ليها بعد الرجوع لنادي اتحاد جده، لان الموضوع بقى موجود داخل اتحاد الكره المصري، هو من ينظر الشان ويغرم مش يخسر، ويغرم النادي الاهلي بمبلغ 20000 فرنك مقابل المصاريف الاداريه. المصاريف الاداريه. فهنا ما خسرش. ماشي. هو قال لك انا مش مختص. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هندريك لاعب النادي الاهلي تعامل بشياكه جدا النادي الاهلي، شكرا انت لاعب مش تنفع تكمل معايا، شكرا، فسخ العقد، ليك كام؟ ليك كذا، اتفضل، باقي كام؟ باقي كذا، هنسددهم لك. الاهلي ما سددش حقه ان يجي عليه غرامه زي ما جت غرامه على المرحوم لاعب نادي الزمالك أجوجو جونيور أجوجو. نفس الموضوع، واظن هنا برضو المحكمه الرياضيه عارفه بتحكم باوراق ومستندات. القضيه الثالثه اثاره قضيه حمد النجاز في بعض البرامج وما اثرتش مواضيع اخرى. دي برامج لها ما لها، تقول اللي تقوله، ما يخصنيش، تتكلم في اللي تتكلم فيه، انا مش الحاكم عليها. انا اللي هتكلم على برنامج، ولا هتكلم على قناه، ولا هتكلم على اي حد شقيق. انا اتكلم عن هنا، احنا اتكلمنا هنا عن حمد النجاز، والنهارده بنتكلم على عبد الله السعيد. الجمهور ولا ينتقدنا احنا بنقول ايه، ما نقولش ايه، لكن انا هنا ان كنت انا بتكلم في برنامج كنت ضيف فيه او مذيع، ماليش علاقه ان كانت حد تاني او قناه تانيه بتتعامل بحياديه او غير بحياديه. الجمهور اللي حاسبها، مش احنا اللي هنحاسبها. جن نعم اتفضلي. اتفضلي. احنا نختم الحلقه خلاص. ما احنا هنختم. طيب قولي كلمه اخيره. اقول كلمه اخيره. طيب يا رب تكونوا اتبسطتوا من حلقتنا بتاعه النهارده. الخناقه بتاعه النهارده، ومعلش على الخناقه بتاعه الاهلي والزمالك، ونتمنى نكون اسعدناكم. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم.